اليوم بدنا نحكي عن ميزة كثير حلوة ومسلية وبتنفع للصغار وللكبار، أطلقتها جوجل لغايات التسلية. أنا رائد الشوابكة من قناة رائد تكنولوجي. بسم الله نبدأ. مثل ما حكينا في المقدمة، جوجل أطلقت ميزة ترفيهية اسمها جوجل 3D من المتصفح الموجود عندك على تلفونك، ويفضل انك تستخدم متصفح كروم. بتفوت على المتصفح عادي وبتكتب على google.com من زر البحث اسم اي حيوان، وليكن مثلا تايجر، راح يطلع لك نتيجة البحث وراح يكون في عندك صورة تايجر، وتحت الصورة في مكتوب view in 3D. احنا ليش نعقدها؟ خلينا نشوف مع بعض. فزي ما حكينا ندخل على اي متصفح ويفضل كروم، ولكن انا استخدمت سفاري عشان نجرب بزبط على سفاري او لا. بنكتب بالبحث تايجر، بظهر عندي مجموعة نتائج. بننزل لتحت، بحكي لي هون شوي عن التايجر، في هون view in 3D، نكبس عليها وبعدين بنستنى بما يحمل التايجر بوضعية ال 3D. بعد هيك بطلب منا انه نحرك التلفون على ارضية مسطحة او مستوية، فبظهر لك بشكل 3D واضح جدا مسلي. فبتصير انت تقلب وتحرك زي ما بدك بالكاميرا، وتقرب وتبعد عنه زي كأنه واقعي وقدامك. فممكن انت تتسلى وتلعب مع اطفالك او تلعب مع اصدقائك، وتصور واحد جنبه، تصور طفلك جنبه، وطبعا ممكن انك تصور فيديو وتبعثه لمين ما بدك. طب خلينا نجرب حيوان ثاني. نرجع على اكس وبنطلع على البحث مرة ثانية، وبنكتب في زر البحث ليون، وبنعطيها انتر. نفس الاشي، بننزل لتحت على view in 3D، وبعدين بنحرك التلفون على السطح وبظهر عنا الاسد، وطبعا بنقرب وبنبعد، بنقدر نعمل له زوم ونحركه ونحطه وين ما بدنا. طيب خلينا نجرب حيوان ثاني عشان ما نطول الفيديو كثير، وهي البطة قاعد بتوكل كمان. طيب خلونا نجرب كمان حيوان ثاني. خلونا هسا نجرب الدوغ او الكلب. نكتب دوغ، ننزل لتحت view in 3D، هاي ظهر عندنا الكلب. نقدر نكبره ونصغره، نحركه نحطه هون، نقرب التلفون عليه، نلفه شمال نلفه يمين، فبظهر عندنا الكلب زي كأنه حقيقي وموجود معانا بالغرفة. وهي عندنا كمان البسة، وهي الحية أو الثعبان زي كأنه حقيقي لان عرضه. وهي الدب، كبير. خوف. هاي الحصان، لهون حلقة اليوم بتكون انتهت. للناس اللي ما اشتركت بالقناة لحد الآن، شو بتستنى؟ تفضل اشترك في القناة وفعل زر الجرس على الكل عشان تشاهد الفيديو القادم بإذن الله تعالى. نراكم على خير ومع السلامة.